أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ 4000 وأحيانا 5. حجج. نعم. أحسن الله إليك. يقول: تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ 4000 وأحيانا 5، هل يجوز أخذها للحج؟ وهل يجوز على عموم أخذ تكاليف الحج مثل سعر النقل وسعر الهدي؟ النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل التزود به في سفره وينفقه في حجه تكاليف الحج من أجورات وتنقلات وذبح الهدي فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج. وإذا فضل عنده شيء وكان الذي دفعه إليه لم يطلب إرجاعه فإنه له، يكون له، لأن صاحبه سمح به، ما قال أرجع لنا الباقي، دفع لك هالمبلغ وقال حج، حج منه وإن بقي منه شيء فهو لك، وإن صرفته كله فلا بأس. وأما أنك تحج من أجل المبلغ هذا لا يجوز، وليس لك حج. إذا كان قصدك المبلغ وقصدك طمع الدنيا فلا تحج، لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكر هذه الآية. فالمهم القصد، إن كان قصدك المال فلا تتعب نفسك لا تحج، وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس. ولهذا يقول العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ. فرق بين العبارتين: من أخذ ليحج فليأخذ، وأما العكس من حج ليأخذ فلا يحج. نعم.